بسم الله والحمد لله والله أكبر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكينة راهي موجودة مع أنثاك، مش مع أنثى اللي هي ليست زوجة لك، بل هي أفعى لك وتراوغك باش تسلب لك مالك وتطيح لك كرامتك. وشوفوا عبر التاريخ كم من أنثى حاقدة على الذكور، تحدثنا في الأمر ده عدة مرات، باش تدمروا، تسلبوا أمواله، تسحروا بلا رحمة، تسحروا بكذب، بكلام معسول ليس له وسيلة بحقيقتها الداخلية. ولا مش أحنا نقول لكم إياكم الكيد، يكون الرجال ولا من النساء. ولو ذكر في سورة سيدنا موسى عليه السلام إن كيدكن عظيم، هذا في رأي زوج يعني العزيز اللي زوجها، هو قال لأنه يعني يعرف عليهم برش حاجات. وثم هي قولة سارية في ذلك العصر في ذلك القوم، نسأل الله السلامة.